السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مرة تانية. احنا ما زلنا في الكونسبت بتاع الكوميونيكيشن اند انفورميشن ترانسفير أو التواصل، وإزاي بننقل المعلومات من مكان لمكان. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن النمل، والنهاردة هنتكلم عن مخلوق تاني ربنا ذكره في القرآن الكريم اسمه النحل. والنبي صلى الله عليه وسلم كلمنا عن النحل. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن احنا نبقى زي النحل أو أثنى على النحل. عارفين قال إيه؟ قال ان النحل اذا اكلت اكلت طيبا، خلاص يعني ما تاكل تاكل ايه يعني ما تروحش للزباله وايه وتاكل منها، خلاص مش زي الدبان. لا النحل ما يعملش كده، الحاجات القذره لا، خلاص يبقى اذا اكلت اكلت ايه طيبا. طيب واذا وضعت او ان وضعت وضعت طيبا، يعني لما تيجي تطلع حاجه بقى من بطنها بتطلع لنا ايه احسن حاجه؟ ايه؟ العسل. خلاص عسل ده شراب يعني بيتشرب مختلف الوانه وفيه شفاء للايه؟ للناس. طب لا يعني لو جبتها كده هتطلع، عملت كده هتطلع لي عسل؟ لا هي بتطلع عسل فعلا، بس بقى يعني في الخلايا بتاعتها بتعمل عسل. طيب يبقى ايه؟ يبقى النبي قال عليها ايه؟ ان اكلت اكلت ايه؟ طيبا. وان وضعت؟ وضعت طيبا. وضعت طيبا. واذا وقعت على عود لا تكسر ولا تفسد. يعني ايه؟ لو جت وقفت على زهره او على عود كده من الساق بتاع النبات ما تكسروش ولا تفسدوا، ما تقعدش بس انت تبوظه كده او حاجه، فهي ما بتفسدش. احنا عايزين نبقى زي الدبانه ولا زي النحله؟ النحله. زي النحله. الدبانه ممكن تقع على الايه؟ على حاجات فاسده، تروح مثلا لايه؟ للزباله. لحاجه يعني زباله وقذورات وكده، انما هي النحله لا. طيب يا ترى النحل ده برضه بيعيش في مجتمعات ولا كل واحده بتعيش لوحدها؟ لا مجتمعات. بيعيش في مجتمعات برضه، ما دام بيعيشوا مع بعض يبقى لازم يعملوا ايه؟ كوميونيكيشن، يعني يقدروا يتواصلوا مع بعض. تعالوا بقى نشوف ربنا قال لنا ايه على النحل. في سوره في القران الكريم اسمها سوره النحل، شوفوا كده ربنا بيقول ايه؟ تعالوا هنا هنقرا الايتين دول بس. عاوزنا في شهر. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني وأوحى ربك إلى النحل، يبقى ربنا أوحى لمين؟ النحل. للنحل. يعني إيه أوحى لهم؟ يعني إداهم القدرات، علمهم. علمهم صح، أم علقهم بس بشكل خفي، إحنا ما خدناش بالنا هو بيقول لهم يعملوا كده إزاي، صح؟ هي دي الذي خلق فسوى وقدر فايه؟ فهدى. هو هداها لها تعمل كده. قال لها ايه بقى؟ اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني تاخد المساكن بتاعتها تبقى فين بقى؟ في الجبال وفي الشجر ومما يعرشون، يعني في بيوت بني ادم. بيوت بني ادم مثلا تلاقي مثلا ايه حته كده زاويه ما حدش بيروح لها كتير، يعملوا بيوت خليه النحل فيها وهكذا. هم بيقتلوا؟ لا ما بيقتلوش. بيعوروا؟ لا، ممكن يقرصوا اللي بيضايقهم بس. طيب ثم تعالوا بقى نكمل. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يعني ثم كلي من كل الثمرات، يبقى لا تاكل منين؟ من الثمرات. تروح لكل الزهور وتاكل منها زي ما عايزه. اذا يبقى هي اذا اكلت، ان اكلت اكلت ايه؟ طيبه. لا تاكل منها حاجات ما تموتهاش. طيب فاسلكي سبل ربك، يعني امشي في الطرق اللي ربنا ذللها لك. يعني ايه؟ يعني هداك ليها او مهدها لك. طيب احنا هناخد بقى كلمه فاسلكي سبل ربك دي وناخد حاجه جميله جدا دلوقتي. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه. ايه الشراب ده؟ العسل. العسل. فيه شفاء للناس. يعني المريض ممكن لما ياخد عسل ايه؟ يشفى. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. احنا مطالبين ان احنا نتفكر في آية النحل دي. تعال بقى نشوف فاسلكي سبل ربك، خلاص؟ تعال نشوف كده ازاي النحلة بتسلك سبل ايه؟ سبل ربنا. ميثود اوف كوميونيكيشن غاية في الروعة، وهوريكم فيديو عليها دلوقتي بعد شوية. بصوا بقى. دلوقتي هنفترض ان في زهرة جميلة. خلاص ادي الزهره الجميله اهي كده، وبعدين النحله موجوده اهي. نرسم النحله، ادي النحله
عارفين انا دول؟ لو اكلت النحلة هيحصل لي ايه؟ ها؟ ما جربتش اكل نحلة قبل كده عشان طب يخيلوا تجربة، لو مسكت النحلة عفستها كده هننزل منها عسل؟ ممكن ينزل من العسل، بس ليه حرام عليك؟ المهم بص بس ركزوا معايا، دي نحلة اهي خلاص؟ برضو عندهم نحل استطلاع برضو سكاوت يطلع عشان يدور على ايه. طيب هي دلوقتي وكمان حراسة وزي نمر. عندهم خلاص كده نركز بقى، هي عايزه خرجت تلف لغايه لما راحت لفين؟ مش بالظبط ربنا قال لها ايه؟ كلي من كل الثمرات. هي راحت راحت لقت هناك في اكل، بس هناك في اكل كتير قوي، وهي عايزه تنادي مين؟ صحابي ده، اصحابها بقى عشان يجوا ينتفعوا خلاص؟ صحابي صحابي. طيب خلصت، هي خدت الرحيق اللي موجود هنا في الزهره ورجعت لايه؟ مكانها الماسكة لمكانها بتاعها. للبيت، عايزه تقول لهم امشوا في الطريق ده، ما مش هتفضل بقى ايه طيب كل مش شويه تروح وتاخدهم وتوديهم بقول لهم خلاص؟ نروح انا فعايزه تشاور لهم. عارف انكم من ايه. ما هنشوف دلوقتي اهو بقى، ركز معايا، تعمل لهم ايه بقى؟ عايزه تقول لهم امشوا في الطريق انهي؟ ايه الطريق ده؟ الطريق ده؟ صح؟ اللي هو ده؟ تعمل ايه بقى؟ وعايزه تقول لهم طب يمشوا مسافه قد ايه؟ شوف هتعمل حركه جميله جدا. دانس هتقول ركزوا بقى سبيشال دانس. ايوه هي رقصه كده احنا شفناها بترقص، بس هي مش رقصه ولا حاجه، دي هي حركه ربنا هداها ليها علشان خاطر تعملها. ايه بقى اللي بيحصل بالظبط؟ كده بص تحط كده، هتمشي في الاتجاه ده الاول، ركزوا كده ماشي ماشي. مسافه صغيره كده، وبعدين تلف كده وترجع كده تاني. ايوه عملت دايره كده ولا لا؟ ايوه دايره. بس الاول خطوه مشيتها، اول شويه قدام مشيتها، مشيتها ازاي؟ قدام. لقدام كده، وبعد كده لفت ورجعت هنا كده طب تاني هو ليه صح؟ بقى؟ طيب دي لفه، لو هي وقفت على كده يفهموا ان المسافه قصيره. طيب لا، لو راحت مكمله لفت مشت تاني كده وراحت، يبقى تمشي كده تاني، وبعد كده لفت الناحيه التانيه ورجعت كده، منها بعيد يعرفوا انها بعيده شويه. لو عملت الحكايه دي 3 مرات يعني، هي بعيدة جدا يبقى لسه، عملت 4 مرات يبقى لسه يعني. تمشي سوا اكتر، وهكذا. يبقى الشكل ده اللي شافه بتعامله زي شكل حرف الايه او رقم كام؟ eight 8 two صح؟ عشان كده بيسموه figure figure eight of eight eight dance. then ايه أيوة بيعملوا الرقصه دي شبيه بقى؟ كده. يبقى تاني شوف سبحان الله، هي اصل النمل مش هيشوف، هو بيشوف بس مش هيدق. يعني هتقول لهم مثلا ايه؟ روحوا هناك كده البتاع البعيده دي، مش هم ما بيتكلموش خلاص؟ طب ازاي يبلغوا بعض بقى؟ Movement عملت الحركه دي. تعرفين special الراجل dance. اللي اكتشف الكود ده؟ ما هو ده كود يعني، هو احنا كنا بنشوف النحل يمشي كده ويلف لفه كده، وبعد كده يلف كده تاني، وبعد كده مش فاهمين هو بيعمل الحركه دي ليه، بس بقى في واحد قاعد يحللها لغايه لما اكتشفها وخد عليها جائزه نوبل عشان خاطر قدر يكتشف ايه الطريقه اللي بيكوميونيكيت بيها. هي بتعمل ايه بقى النمله النحله؟ انا اسف، بتعمل كده بتكوميونيكيت باللايت؟ لا. لا بتكوميونيكيت بالساوند؟ لا. برضه لا. الله، والصوت امال بتكوميونيكيت بايه؟ movement ايوه بتكوميونيكيت والصوت بموفمنت. والصوت. ما هي الموفمنت اللي هتعملها هم يشوفوها، بس هي طلعت لايت؟ لا لا. يبقى هي تعمل موفمنت. اذا هي عملت موفمنت، حركة ما هو الطريق ده بقى هو سبل ربك صح؟ ربنا مين اللي اوحى لها كده بقى؟ ربنا. مين؟ وإن ربك أوحى لها. لا دي الارض بقى اللي هي انا ربك اوحى لها دي، لما انا ايه؟ واوحى ربك الى النحل، واوحى ربك إلى النحل. يبقى واوحى ربك الى الايه؟ النحل. الى النحل. يبقى لما اقول بقى ازاي النحل بيكوميونيكيت وذ ايتش اذر، لو هي لو المسافه قليله بتلف لفة. لفه واحده بس سيركل، اللي هي دي بس ماشي؟ اللي موجوده هنا دي خلاص؟ طيب لو هي بقى مسافه اطول تلف لفه كده وتمشي تاني لقدام، وبعد كده تلف تاني كده، تعمل فيجر اوف ايه؟ اوف 8 دانس صح؟ طيب عملت الرقصه بتاعت الفيجر اوف 8 دي، لو عملتها مره واحده يبقى هو قريبه شويه برضه، بس ابعد من الايه؟ من الاولانيه. طيب لو هي عملتها بكذا مره يبقى بعيده، وكل ما عدد المرات عملتها اكتر معناها كانها بتقول لهم ايه؟ هتمشوا يا اولاد في الاتجاه ده، وبعدين ايه؟ تفضلوا تكملوا على طول على طول على طول مسافه قد كده عشان خاطر تلاقوا الايه؟ الاكل. يبقى هي كده ايه؟ عملت كوميونيكيشن صح؟ تعالوا بقى نشوف فيديو مع بعض بيشرح الحتة دي. شوفوا بقى ايه الفيديو الصغير ده. هي دلوقتي شافت الايه؟ الوردة او الزهرة خلاص؟
مش هتقدر تنادي عليهم لان هم ما عندهمش ما بيكلموش. في اللي هيحصل ولا ينفع تقعد تقول لهم يلا يا جماعه هنروح الناحيه دي، هتعمل ايه؟ هتبتدي تعمل الحركه بتاعتها بقى ليه؟ الفيجر اوف ايت دانس دي باتجاه معين باتجاه معين. We call this the waggle dance or figure eight dance. The bee runs on the surface اهي. of the comb. بص هتعمل ايه؟ ده الاتجاه اللي هتروح بيه. بقى تلف لفه دايره واحده وتروح كمان وتلف اللفه الثانيه عملت فيجر اوف ايه؟ اوف ايه. ايوه كده. She turns to her right or left and comes back around to the starting point in a circular loop. وكل ما تزود عدد المرات كل ما معناها ايه؟ And turns to the opposite side this time. كل معناها ايه لما تزود عدد المرات المسافه ايه؟ مسافه اكبر. اهي. ده شكل الفيجر اوف ايه؟ خلاص كده؟ وكل بقى ما تعملها اكتر عدد اكتر كل معناها ان المسافه تبقى كبيره. اللي يشوف بقى حاجه زي دي المفروض يقول ايه بقى؟ سبحان الله سبحان ربي الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلصنا؟